من مدينة بالو الإندونيسية المنكوبة ينضم إلينا موفد العربية محمد جمال. محمد مرحبا بك معنا. الحمد لله على السلامة أولا بعد رحلة طويلة أيضا وشاقة في الوصول إلى بالو. كيف شاهدت هذه المدينة فور وصولك حتى الآن؟ أهلا بك خالد وبالسادة المشاهدين. الحقيقة وصلنا قبل قليل إلى مطار بالو قادمين من مطار مكسار في جنوب الجزيرة المنكوبة. هنا الحركة في المطار يعني شبه حقيقة شبه فوضوية. المباني الداخلية مدمرة بالكامل، كل الإجراءات تتم خارج المطار، تسليم الحقائب، توزيع المساعدات، العوائل، هناك الكثير من العوائل التي نزحت إلى داخل أرضية المطار تطلب هنا المساعدات الطبية والغذائية. الجيش منتشر، يعني حتى كثير من الطائرات المدنية الصغيرة التي أتينا على إحداها يعني يقلصون عدد الحقائب مقابل زيادة عدد المساعدات القادمة من مختلف المدن الإندونيسية. حقيقة فعلا الحصيلة يعني مرشحة للارتفاع. المسؤولون المحليون يتكلمون عن أن هناك الآلاف من الضحايا سوف يعني يعلن عنهم في الأيام القليلة المقبلة، مع ضآلة يعني إنقاذهم بعد مرور 4 أيام تقريبا على حصول التسونامي العنيف الذي ضرب باولو. الصليب الأحمر يتكلم عن أكثر من 1,600,000 متضرر من التسونامي الذي ضرب جزيرة سولاويسي. هناك الكثير من الدمار شهدناه من على الطائرة. أيضا البركان الذي تحدث عنه التقرير الذي قبل قليل يعني رأيناه من الطائرة عندما عبرنا من أقصى جنوب إلى أقصى شمال. نعم، ما الذي رأيته وأنت في الطائرة محمد؟ لأنه أنت وصلت قبل قليل، لم يتسنى لك حتى الآن الدخول في المدينة، الوقوف أيضا على 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 المناظر، حجم الدمار فيها، فما الذي رأيته وأنت في الطائرة لهذه الجزيرة؟ يعني تقريبا كلما اقتربنا من الشمال يعني الدمار يكون أكبر، ولكن بالمقابل كانت الشمس تغرب، فعندما وصلنا إلى بالو كانت الشمس قد غربت تماما. وصلنا تقريبا الساعة 7 بتوقيت جاكرتا. كل ما شاهدناه يعني أكثر من فوهة بركانية كانت تعتلي الغيوم، ومنها البركان الذي يعني عانت منه الجزيرة اليوم. حقيقة يقال أن الدمار شبه كبير. خرجنا إلى خارج المطار، المواصلات شبه معدومة أو مفقودة بالكامل. هناك بعض العوائل التي تأتي بسياراتها المدنية إلى أرضية المطار لتلقي المساعدات. هناك ناس يفترشون أيضا خارج المطار، أرسلنا لكم الصور ربما ستعرض بعد قليل. حقيقة لا ندري كيف سنخرج من المطار هذه الليلة، ولكن الله يسرها إن شاء الله. طيب أنا أرى وراء خلفك أعتقد مجموعة من المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى المواطنين الإندونيسيين. هل الحجم كبير؟ يعني هل هذه هي نقطة واحدة تتجمع في هذه المساعدات، هناك نقاط أخرى أيضا؟ هل أيضا المواطنين الإندونيسيين القادمين المطار هل عددهم كبير؟ هل كما قلت هناك نقاط أخرى؟ الحقيقة المساعدات منتشرة على أرضية المطار. من خلفي ربما ترون بعض أفراد الجيش ينظمون هناك مساعدات طبية، ملابس، مساعدات غذائية قادمة من شتى المدن الإندونيسية في بقية المحافظات. في الجهة المقابلة هناك أيضا الكثير من المساعدات، وأيضا الكثير من الركاب الذين يتفقدون حقائبهم، لأنه يعني عندما تخرج من الطائرة لا يوجد مسار للحقائب، لا يوجد مكان تدخل إليه لتجد حقيبتك. هناك على تقريبا على يمين المبنى الكثير من الأشخاص المتجمعين. أيضا رأينا بعض المتطوعين الذين يعني نصبوا خيمهم داخل المطار، يقولون أنهم نصبوها يعني من خلال هذه الصور الآن لسكان المدينة، لسكان بالو مساعدة محمد. نعم نعم، هؤلاء بعض الذين لجأوا إلى المطار، بيوتهم دمرت تماما، تحدثنا إلى بعضهم. هنا يتلقون المساعدات الغذائية والطبية حتى يتم إجلاؤهم إلى مكان أكثر أمانا. يعني هل هناك خوف أيضا من موجات ربما تكون ارتدادية، زلازل أيضا أو غيرها؟
والله حقيقة خالد، يعني هذا يعتمد على الحكومة الإندونيسية ودرجة يعني تنبؤها بما قد يحل مستقبلا. أنت تعرف أن أرخبيل إندونيسيا يقع على حزام ناري من الزلازل والبراكين، ربما يعني لامت بعض الحكومات والمنظمات الدولية الحكومة الإندونيسية لأنها لم تتأهب وتزرع كما نصحت أن تزرع بعض الأجهزة التي تتنبأ بهذه الزلازل التي تحدث في البحار ومن بعدها يأتي تسونامي. نتذكر الكارثة الكبيرة التي حدثت في 2004 عندما توفي فيها أكثر من 220 ألف شخص. ما زال تطور تنبؤ الحكومة الإندونيسية بهذه الزلازل التي تحدث في البحار ومن بعدها تسونامي ما زال يحتاج إلى بعض العمل. شكرا جزيلا لك، سنتابع معك بالتأكيد في نشراتنا اللاحقة تغطيتكم لما هو عليه حال هذه المدينة المنكوبة. من مدينة بالو الإندونيسية، موفد العربية محمد جمال.